العافية في واحد بالكويتي عنده أكاونت بالإنستغرام مخصص أكاونت حق مصر وأهل مصر هو طبيعته شيء ما أدري. تكلم عني مرة حط في جوي وانتقدني إن أنا وقال عني إن أنا عنصرية وإن ما حد يفرق بين الكويتيين والمصريين وأنا في معنى أنا والله العظيم يعني كلامي واضح بعد هو ما يفهم هذا شيء يرجع له يعني. طنشت وقلت حر كل واحد حر برأيه أنا ما أرد أنا أقول الكلمة اللي أقولها يعني اللي بقولها بقولها ماني رد على أحد وما أسمع آراء الناس كل واحد حر وتختلف الآراء. لكن تو الحين حاط في يعني متكلم عن فيديوي فوجب الرد عليه. اعتقد ان انت يا انك ما تستوعب او ان فهمك مو مستوى فهمي ما ادري بس انا كان كلامي واضح بالفيديوهات. انا الفيديوهات اللي حطيتها وجهت رسالة الى حكومة مصر ومن حقي انا ما اسأت للشعب المصري ولا قلت الى شعب مصر. في فرق بين لما اقول الى شعب مصر او حكومة مصر تمام؟ ووجهت لهم كلام ان استقبلوا رعاياكم. ليش ما تستقبلون رعاياكم؟ ليش تسوون حزة المشكلة مالت اللي بخيطات سويتوا ان المواطن المصري خط احمر والحين موجودين بالمحاجر اللي حاطينها والدولة تبيهم ياخذونهم ومو راضين ياخذونهم. انت شو مزعلك؟ شو مزعلك؟ وين الفتنة بالموضوع؟ انا بفهم وين الفتنة بالموضوع؟ انا لا سويت فتنة ولا شيء. انتوا اللي بكيفكم. طبعا الذباب الالكتروني مال الحكومة المصرية والاعلاميين ترى هم اللي يشتموني ولا الشعب المصري ما يشتمني. تبوا تطلعوني ان انا فتنة انا ماني فتنة. وكل كل كل كلمة قلتها كلمة صحيحة. وصلت؟ اما بالنسبة ان انا كان عندي حساب بتويتر وسكروه، تدري ليش سكروه يا حبيبي تقول محامين؟ سكروه لاني كشفت الناس المتسلقين. امثال الاراغوز وغيره عشان كذي يسكروا لي اياه. ليش يسكروا لي اياه؟ لان انا قاعد افضحهم، قاعد اطلع انهم حراميه تبرعات، قاعد اطلع انهم فاسدين عشان كذي يسكرون لي اياه. مو انا رعيه مشاكل يا حظي، انا ماني رعيه مشاكل. ودلوا انا مشاكل صكيتكم كلكم قضايا الكترونيه بس انا ما صكيت اني ماني رعيه مشاكل. انا لما اتكلم كلمه الحق عشان شي يسكرون اكاونتي مو اني رايت مشاكل. فهمت؟ ولا تشوف اذا انت تقول بعدين شو تقول لي سوري تقول لي تدور شهره انا ادور شهره من مصر. ليش؟ شو ابي شهره من مصر؟ انا مو نفسك ترى مخصصت لي اكاونتي حق المصريين. انا لما تكلمت بالجزئيه اللي تخص بلدي ديرتي لاني وطنيه. اتكلم باللي يخص ديرتي. ما عمري تدخلت في حكومه مصر ولا بسياسه مصر ولا اللي قاعد يسوونه مصر. انا قاعد اتكلم بالجزئيه مالتي. اما انت اللي تدور شهره من مصر، انت اللي مخصص اكاونتك حق المصريين، وانت اللي تمدح وتطبل لهم، انا ايش اسوي لك؟ مطبل انت حق الحكومه المصريه هالشيء يرجع لك. فلا تلزق فيني. فاهم ولا مو فاهم؟ لا تلزق فيني. اوكي؟ والله اللي ينامون ويقعدون يدورون شهره من مصر. لا عش ليش عسى ما شاء ادور شهره من مصر ولا حتى اطر شهره من الكويت. الحمد لله انا كافي محبه الناس لي. لا ادور شهره ولا شيء عشان اقول كلمه حق صرت ادور شهره. انا ماني نفسك، انا ما اطبل.